بسم الله والابن والروح القدس الى واحد. من آية النهاردة بتقول يدعوني فاستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه ومجده طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. آية جميلة قوي في مزمور 91. أنا فاكر مزمور 91 ده ليه قصة جميلة قوي. أيام الشيوعية قبل ما تتهد في روسيا كانوا دايما يضطهدوا المسيحيين ويجبروهم إزاي ينكروا المسيح. فكان في خادمة قوية يعني حلوة قوي، فقدروا يمسكوها يقبضوا عليها وقالوا ديت يعني عارفة معرفة كتيرة ودرسة كويس، هي احنا مينفعش معاها نجيب لها واحد يعني شغال مع الشياطين. جابوا لها ساحر كان قوي جدا يعني من الناس اللي هم شغالين قوي مع عدو الخير. فهي بتحكي هي بعد كده بتقول أنا قعدت قدامه وحسيت بتشويش غريب قوي لدرجة أنه أنا معرفش أجاوب عليه، لدرجة أن قوموني من قدامه وقالوا خلاص أنت إيمانك أدام إيمانك كده، وقعدت بشارة بالمسيح وطردوني وكده. بس مسكوني بعد كده ولقوني ببشر، قالوا طب تعالي أنت مش أنت اللي مسكناك وما عرفتش تردي. قالت هي بتقول أنا حسيت وهو بيكلمني في قوة غريبة بتسيطر علي، فصممت قبل ما أقعد معاه تاني أن أقول مزمور 91. فقالت لما ابتديت أردد بقى مزمور 91 الساكن في ستر العلي، قالت ابتدى الموضوع يتبدل، ابتدى هو اللي يتشوش وابتديت أنا بقى اللي أبتدي أسأله وما يعرفش يجاوب. فحسيت قالت حسيت بقى أن كلمة ربنا، أنا في الأول كنت ناسية أن أنا فاكرة بحاربه بنفسي، لكن لما جيت أحاربه بقى بكلمة ربنا حسيت ان هو اللي ما قدرش يرد، والشياطين اللي بيشتغل بيها ابتدت تهرب وابتدى يتشوش لدرجه انه قال هو راح مشي كده وقال لا انا مش قادر، ولقيت انه هو اتغير خالص ومشي وجري كده من المكان. فالمزمور ده قوي جدا يعني، انا بنصح كل واحد انه يحفظه كويس قوي، وعند اللزوم يعني يقوله اذا وقع في شده او في لان هنا بيقول في الضيق أنقذه. فبنصح كل واحد أنه يحفظ المزمور ده في قلبه على طول. يعني في العهد القديم ده بيفكرنا بقصة يهوشافاط في العهد القديم لما قاموا ثلاث دول عليه وهو كده قال يا رب أنا هعمل إيه، أنا في ضيقة. حتى الآية المشهورة بتقول يا رب ماذا نعمل، لسنا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. أنا مش عارف يا رب أعمل إيه، دول هم كلهم يعني جايين عليا. فعمل حاجة جميلة قوي يعني، اجتمع كده مع الناس اللي حواليه وقال له إحنا دلوقتي مالناش لا معين في الأرض ولا حد خالص، إحنا نبص لفوق طب نعمل إيه؟ قال يلا صوم للشعب كله وصلاة، ونادى فعلا في صوم بصوم في الشعب كله، وابتدى يقول احنا ما عدناش تسليح قد الناس ديت ولا زي الناس دول، نعمل ايه؟ فقال بدل التسليح نعمل تسبيح. راح جاب فرقه بقى المسبحين حطها قدام الجيش وابتدوا يسبحوا. فبيقول الكتاب في اخبار الثانيه اصحاح 20 لما ابتدوا يسبحوا ابتدت الجيوش تقوم على بعض، بدل ما يضربهم هم ابتدت جيوش الثلاث جيوش يضربوا في بعض. وبالشكل ده ابتدوا يلموا بقى الغنايم بدل ما كانوا هم يبقوا غنيمة. فهنا يقول يدعوني فأستجيب له، في استغاثة لكن في استجابة، والاستجابة هنا جميلة قوي. استجابة فيها معية، معه استجابة شخصية، أنا معاك. ممكن جدا واحد يقول معلش أنا بعت لك حد يساعدك، لكن لما ربنا بنفسه يقول له أنا معاك ففيها الأول فيها معية وبعد كده أنقذه فيها إنقاذ. من أصغر الصلوات في الكتاب المقدس وأقدرها صلاة بطرس وهو بيغرق بيقول له إيه؟ يا رب نجني. أحيانا في الضيق ما واحد مرة سألني يقول لي في الضيق أنا ما بقاش عارف أقول إيه، قلت له قول كلمتين صغيرين يا رب نجني، بطرس الرسول قالهم وكان فيها النجاة وكان فيها الإنقاذ. عشان كده إحنا مش محتاجين غير معية ربنا، أحس بحضوره معايا، أحس بقوته معايا. لما يقولها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، اللي اسمه عمنا وإيل الذي تفسيره الله معنا. عشان كده إحنا بنحس معية ربنا هي سر قوتنا.
احنا ربنا معانا وهو ده سر عزانا، واحنا بنقول امسك فيه خليك معاه، خليه يحس بحضوره، تحس ان حياتك في قوه مستمره لإلهنا كل مجد وكرامه الى الابد.